بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي فاتت أخدنا أساسيات الكلاسيفيكيشن وإزاي إن إحنا بنقدر نعمل كلاسيفيكيشن، وأخدنا مثال عليه اللي هو الديسيشن تري، وده كويز بسيط على المحاضرة اللي فاتت. في المحاضرة دي إن شاء الله هنشوف أساسيات الكلاسترينج، إيه تعريفه، وإيه الريكويرمنتس اللي إحنا محتاجينها عشان نعمل الكلاسترينج، وكمان بعض الطرق بتاعة الكلاسترينج زي مثلا الـ partitioning methods، الـ hierarchical methods، density based methods، grid based methods. ايه هو الـ cluster analysis او بمعنى اخر الـ clustering؟ يعني هو عملية تقسيم الداتا لمجموعات، كل مجموعة منهم هنطلق عليها cluster، بحيث ان الـ objects اللي موجودة في الـ cluster الواحد تكون متشابهة لحد كبير، وفي نفس الوقت تكون مختلفة لدرجة كبيرة عن الـ objects اللي موجودة في الـ clusters الأخرى. لو جينا نشوف الـ requirement for cluster analysis هنلاقيهم 9 حاجات: scalability، ability to deal with different types of attributes، discovery of clusters with arbitrary shape، requirements for domain knowledge to determine input parameters، ability to deal with noisy data، incremental clustering and insensitivity to input order، capability of clustering high dimensionality data، constraint based clustering، interpretability and usability. تعالوا نشوف الحاجات دي معناها ايه. نبدأ بأول حاجة الـ scalability. الطرق بتاعة الـ clustering في منها طرق كتير، ولكن بتشتغل بكفاءة على الـ small data sets. لكن احنا زي ما اتفقنا، احنا عندنا في الداتا مايننج بنشتغل على داتابيز او داتا سيت كبيره، عشان كده بنحتاج السكيلابيلتي، بنحتاج ان يكون الالجوريزم بتاعنا هايلي سكيلابل علشان يقدر ان هو يتعامل مع كميه الداتا الضخمه اللي معاه. ability to deal with different types of attributes، عندنا في طرق كتيره بتكون مصممه ان هي تعمل كلاسترنج، ولكن للنيوميريك اللي هي للارقام، احنا يهمنا ان الالجوريزم بتاعنا يكون عنده القدرة ان هو يقدر يتعامل مع انواع مختلفة من الاتريبيوتس، زي مثلا باينري، نومينال، اوردينال، او حتى مزيج ما بين الانواع دي. discovery of clusters with arbitrary shape، بمعنى ان احنا مش لازم نخلي الكلاستر اللي معانا في النهاية يكون شكل spherical clusters، مش لازم يبقى بشكل كرة في الاخر، لا ممكن يطلع اي شكل تاني، ما فيهاش مشكلة. هوضحها لكم بشكل تاني. يعني مثلا لو احنا عندنا فضاء البيانات حبينا ان احنا نمثلها بشكل ثلاثي الابعاد، فلنفرض ان البيانات عن الشخص لي اكس وواي وزد، فليكن مثلا العمر والدخل والرقم القومي كده. المفروض دي هيبقى فيه نقطة بتمثل البيانات دي، ليها اكس وواي وزد، وهكذا كمان نقطة وكمان نقطة وكمان نقطة. هل لازم في النهاية كل النقاط دي تكون لي شكل كرة؟ لا مش لازم، مش لازم انه في النهاية يطلع لي الشكل بتاع الكلاستر بشكل كرة، لانه ممكن يكون فيه هنا نقط تانية هنا اهي تبع الكلاستر ده. مش هاجي اقفل شغل الكلاستر ان هو يبقى لازم يبقى في شكل كرة. طب والنقط اللي بره دي هنعمل فيها ايه؟ زي ما هنشوف في نهاية المحاضرة في المثال بتاع الـ K-means، هتشوف ان شكل الكلاستر مش كرة، مش لازم يكون بالشكل ده. النقطة اللي بعد كده requirements for domain knowledge to determine input parameters، المقصود بيها ان في كتير من طرق الكلاسترينج بتحتاج ان اليوزرز بنفسهم هم اللي يحددوا عدد الكلاسترز. يعني عايز مثلا 4 كلاسترز او عايز 5 كلاسترز، هو اللي يحدد العدد. ability to deal with noisy data، عندنا معظم الداتا اللي موجودة الداتا الحقيقية بيكون فيها missing values و outliers و unknown، بيكون فيها مشاكل كتير، فاحنا محتاجين ان الـ clustering algorithm بتاعنا ما يكونش حساس جدا لل اللي هي noisy data، بل ان هو يقدر يتعامل معاها كويس، عشان لو كان بيتأثر جدا بالنويزي داتا كده هيطلع لنا poor quality cluster.
incremental clustering and in sensitivity to input order. تعالوا ناخدها جزء جزء. نتكلم الأول عن الانكريمنتال، بمعنى ان احنا خلاص ظبطنا الكلاسترز بتاعتنا والدنيا اشتغلت تمام، لكن جالنا incremental updates يعني جالنا بيانات كمان. هيكون ايه الوضع ساعتها؟ هيقدر الالجوريزم ان هو يتعامل مع الداتا اللي جاية جديد، ولا هنضطر ان احنا نعمل الالجوريزم من الاول عشان يقدر يعمل clustering لكل الداتا؟ دي طبعا نقطة مهمة جدا. الجزء التاني بتاع insensitivity to input order، المقصود بيه ان المفروض الالجوريزم بتاع الكلاسترينج يكون ما بيتأثرش بالترتيب بتاع الداتا، بمعنى ان انا لو اديته الداتا بترتيب معين المفروض ان هو يطلع لي 5 كلاسترز مثلا، المفروض ان هو يطلعهم بنفس الشكل اللي هيطلعهم بيه لو انا اديته الداتا نفسها بس بترتيب مختلف. كل ما غير الترتيب المفروض ان ده ما يفرقش معاه في النتيجة بتاعة الكلاسترينج، المفروض ان هو يطلع لي نفس عدد الكلاسترز بنفس الشكل بتاعه. Capability of clustering high dimensionality data. معظم طرق الكلاسترينج اللي موجودة بتبقى كويسة ان هي تتعامل مع low dimensional data، لكن انك تلاقي الكلاسترينج algorithm بتاعك بيتعامل مع high dimensional data دي بتكون حاجة كويسة جدا ولازم تحاول ان انت تعملها. والمقصود بهاي dimensional data ان هو يكون زي مثلا بيانات الشخص ليها ابعاد كتير، السن، الدخل، الرقم القومي، رقم حساب في البنك مثلا، بيانات في مكان تاني، وزارة الصحة، وزارة الصناعة، بيانات كتير بتكون معقدة شوية عن البيانات اللي هي low dimensional. النقطة اللي بعد كده constraint based clustering، المقصود بيها ان احنا بنعمل clustering ولكن بيكون بقيود، بيكون عندنا شروط الاول عشان نعرف نعمل الكلاسترينج. زي مثلا مدينا هنا مثال عشان يوضح الفكرة شوية، لو مطلوب منك ان انت تحط الـ ATMs الجديدة اللي وصلت للمدينة في اماكن مختلفة، هتختار الاماكن بتاعة الـ ATMs دي بناء على ايه؟ بناء على ان احنا هنعمل clustering ولكن بقيود. يعني مثلا المكان اللي عايز احط فيه الـ ATM عايز اتأكد ان هو يكون مكان ما فيهوش عدد سكان كبير قوي لدرجة ان الـ ATM دي تتزحم جدا، ولا فيه عدد سكان قليل قوي قوي لدرجة انه ما فيش اشخاص كتير تستخدم الـ ATM دي. فهنا احنا بنعمل clustering ولكن بقواعد. اخر حاجة عندنا interpretability and usability، بمعنى ان احنا عايزين نتائج الـ clustering اللي عندنا تكون مفهومة ونقدر ان احنا نستخدمها، طلعناش حاجة معقدة كده ومش فاهمين ازاي، ليه اصلا اختار الكلاسترز دي مع بعضها، ليه اختار الاوبجكتس دي انها تكون في نفس الكلاستر، لا تبقى حاجة فعلا حقيقية وليها معنى وتستخدم كويس. الكلاسترنج ميثودز اللي موجودة عندنا هما 4 انواع: partitioning methods، hierarchical methods، density based methods، grid based methods. هنقول في ال4 طرق دول أسماء الطرق اللي بتنتمي ليهم بحيث يبقى عندكم فكرة عنهم، لكن بقية المحاضرة هنكملها على الكي مينز إن شاء الله. أول طريقة اللي هي ال partitioning methods تابع ليها الكي مينز والكي ميدويدز، hierarchical methods زي ال agglomerative أو divisive، distance measures in algorithmic methods، Balanced Iterative Reducing and Clustering Using Hierarchies وده الاختصار بتاعها، Multi-Phase Hierarchical Clustering Using Dynamic Modeling وده الاختصار بتاعها، Probabilistic Hierarchical Clustering. تالت نوع من الطرق اللي هو Density Based Methods. أول طريقة فيه Density based special clustering of applications with noise وده الاختصار بتاعها. الطريقة اللي بعد كده ordering points to identify the clustering structure، والطريقة اللي بعدها اللي هي density based clustering ده الاختصار بتاعها.
رابع نوع اللي هو الجريد بيزد ميثودز، هنلاقي فيه نوعين: statistical information grid، والنوع التاني clustering in quest. هنشوف طريقة الكي مينز ومميزاتها وعيوبها ومثال بسيط عليها. في الأول هنشوف السودو كود بتاع الكي مينز. الكي مينز طبعا هو طريقة من طرق تقسيم العمل الكلاسترينج، بحيث ان كل كلاستر سنتر بيتم تمثيله بالمين فاليو بتاعت الاوبجكتس اللي موجودة في نفس الكلاستر. الانبوت عندنا بيكون الكي اللي هو number of clusters، احنا بنديله عايزين في النهاية تطلع لنا كام كلاستر، والدي اللي هي الداتا سيت اللي فيها n objects، الداتا سيت اللي احنا عايزين نعمل لها عملية الكلاسترنج. والمفروض ان يكون الاوتبوت بتاعنا a set of k clusters، الكلاسترز بتاعتنا بالعدد اللي احنا قايلين له عليه من الاول. في البداية بيختار لنا السنترز او السنترويدز بتاعت كل كلاستر بطريقة عشوائية، وبداية من الجزء ده لحد الاخر بيفضل يعمل ريبيت لحد until no change، لحد ما يبقاش فيه تغيير. طيب ايه الجزء اللي هو بيعمله ريبيت until no change؟ اول حاجة reassign each object to the cluster to which the object is the most similar، وده بناء على ال mean value بتاعت ال objects اللي في الكلاستر. يعني جمع لي الاوبجكتس اللي شبه بعض اكتر مع بعض في نفس الكلاستر. الخطوة اللي بعد كده update the cluster means، ودي هتفهموه اكتر في المثال اللي هنشوفه بعد شوية. احنا بنقعد نعمل update ونحسب المتوسط وهكذا لحد ما يبقى ايه no change، يبقى كده خلاص الكلاسترز بقت جاهزة وعملية الكي مينز انتهت. الكي مينز زي ما اتفقنا هي سنترويد بيزد تكنيك، سنترويد او السنتر بتاع الكلاستر. يعني مثلا الرسمة دي الانيشيال كلاسترينج اللي اخدها بطريقة عشوائية، بعد كده بدأ ان هو يعدل فيها شوية، وفي النهاية طلع عنده ده الفاينال كلاسترينج. مميزات وعيوب طريقة الكي مينز: اول حاجة المميزات سيمبل، بسيطة طبعا، easy to implement وسهلة في التنفيذ، high speed performance. اما ال disadvantage ان انت لازم تحدد ال k، لازم تحدد عدد ال clusters في البداية، لازم تدي ال k means عدد ال clusters اللي انت عاوزهم، فده بيعتبره ان ده عيب من عيوب ال k means، لانه ببساطة ان انت تعرف اصلا ال optimal number of clusters من البداية دي حاجة صعبة جدا. يعني ممكن تقول ان هما 4 بس فعليا يعني ان هما يطلعوا 5 أو 6، فانت ما تعرفش من الاول هما كام. تاني عيب ان هو sensitive to noise وال outlier data، وكمان ان هو في البداية بيخلي الاختيار بتاع السنترويدز بطريقة عشوائية. خطوات الكيمينز في البداية زي ما اتفقنا من الأول إن الكي مينز من الطرق السهلة والبسيطة عشان نقدر إن احنا نعمل كلاسترينج. يعني لو افترضنا إن احنا عندنا عدد الكلاسترز كي، في البداية هيعرف لنا الكي سنترز لكل مجموعة، المفروض إن يبقى عندنا سنتر واحد، يعرف لنا سنتر واحد. ومن الأفضل في الأول إن احنا نحط السنترز بتاعت الكلاسترز المختلفة دي بعاد عن بعض قدر الإمكان. بعد كده بناخد كل نقطة ونحطها في أقرب مكان ليها، بنعمل ريكالكيوليت للكي نيو سنترويد، بنحسب المكان الجديد بتاعه في كل خطوة. بعد كده بيكون عندنا المفروض نيو سنترويدز، وبنبدأ نعمل عليه نفس العمليات تاني زي ما هتشوفوا في المثال. لو خلاص مفيش اي نقطة باقية يبقى كده خلاص ال first step انتهت، ونبدأ نعمل الخطوة اللي بعدها A loop has been generated، وهنبدأ نلاحظ ان ال key centers
بتغير أماكنها step by step until no more changes are done، لحد ما ميبقاش فيه تغيير خلاص. وبمعنى آخر إن السنترز مش هتتحرك تاني، خلاص هو ده بقى المكان المناسب للسنتر بتاع الكلاستر. وفي النهاية الكيمين algorithm بيبقى الهدف بتاعه minimizing an objective function المعروفة باسم squared error function. ده شكل بسيط بيبين لنا فكرة الكي مينز. النقط اللي لونها أخضر دي اللي هتتحرك معانا دلوقتي أهي، زي ما انتوا شايفين بتتحرك أهي. النقط دي اللي هي centroids كده، خلاص هو بدأ يظبط الدنيا. في المثال ده عايزنا نستخدم K-means clustering علشان نقسم البيانات دي اللي هي من A1 ل A8 into 3 clusters، ومدينا the distance matrix based on the Euclidean distance is given blue. هنفترض ان الـ initial seeds الـ A1 والـ A4 والـ A7. هنا مجرد بس النقاط بتاعت A1 و A2 لحد A8 عمل لهم تمثيل. يعني مثلا A1 اهو اللي هو 2 و10، تمام، وهكذا تمثل بقية النقط كلها. بعد كده هنا معلمنا بالأحمر على الـ A1 و A4 و A7، دول اللي هما السنترويدز، السنترويدز الافتراضية اللي احنا اتفقنا ان احنا هنبدأ بيها. دي A و B denotes the Euclidean distance between A and B، بنقدر نحسبها بالمعادلة دي، ودي المعادلة اللي هنكمل بيها بقية المثال كله. دي A و B تساوي square root اللي هو الجذر التربيعي ل XB ناقص XA الكل تربيع زائد YB ناقص YA الكل تربيع، كل ده بنجيب له الجذر التربيعي. هنشوف هنطبقها ازاي. يجي عندنا سيد واحد اللي هي اتفقنا ان السنترويد بتاعها هيكون A1 بيساوي 2 و10، سيد 2 السنترويد بتاعها A4 5 و8، سيد 3 السنترويد بتاعها A7 1 و2. بنبدأ ان احنا نحسب كل نقطة من النقط اللي هي من A1 ل A8 لوحدها بالنسبة للسيد، لسيد 1 وسيد 2 وسيد 3. لو جينا طبقنا القانون ده على أول سيد هنلاقي إن هي بصفر as A1 is seed 1، لو جيت طبقت في المعادلة هطلع لك صفر. تعال نشوف الخطوة التانية دي حسبها ازاي، اللي هي دي A1 وسيد 2. ادي ال A1 فوق اهي، والسيد 2 اللي هي بكام؟ 5 و8، 5 و8. ده الـ XA اهو، XA YA والـ XB والـ YB. ولاحظوا ان هو عاملها لكم هنا في القانون تربيع، عشان لو سميته ان دي XA و XB لخبطتوا الاسامي بتاعتها حتى مش هيحصل مشكلة ان شاء الله. طبقوا كده معايا، XB ناقص XA اللي هي هتبقى 3، 5 ناقص 2 3 تربيع، زائد YB ناقص YA اللي هي 8 ناقص 10 سالب 2 لكل تربيع، اللي هي هتبقى هي سالب 2 تربيع، كل ده طبعا ناخد له الجذر التربيعي. 9 زائد 4 اللي هي جذر 13، وفعلا ده الرقم اهو، عشان تعرفوا الرقم ده جه منين. وبقية الأرقام طبعا بالمثل نفس طريقة الحساب، بس أنا حبيت أحسب معاكم رقم عشان تبقوا فاهمين اتحسب ازاي. الجذر 13 دي أكبر من الصفر، ولو جينا نشوف
الرقم اللي بعد كده بتاع الاختبار ما بين a واحد و c تلاتة هنلاقيها تطلع جذر 65، وده برضو اكبر من الصفر. المفروض ان احنا بنشوف فين اصغر رقم طلع لنا ونخلي ان النقطة دي تنتمي ليه. هنلاقي ان اصغر رقم طلع لنا طبعا هو الصفر، عشان كده ال a1 تنتمي للكلاستر 1 اللي هو تابع ليه السيد 1. تعالوا نشوف النقطة اللي بعده يعني عشان تفهموه برضو. احنا كده شفنا ال a1 هتبقى تابعة لأنهي كلاستر. نشوف النقطة اللي بعد كده اللي هي a2. لو جينا حسبنا ال a2 مع السيد 1 وسيد 2 وسيد 3 بنفس الطريقة اللي قلنا عليها من شوية، هنلاقي a2 وسيد 1 طلعت لنا 5، a2 وسيد 2 طلعت لنا 4.24، a2 وسيد 3 طلعت لنا 3.16. هنلاقي ان الرقم 3.16 ده اصغر رقم، يبقى ال a2 بتنتمي للكلاستر التالت اللي هو اصغر رقم او اقصر مسافة. وبالمثل هنبدأ ان احنا نعمل النقطة a3 و a5 و a7 و a4 و a6 و a8 بنفس الطريقة. بعد ما خلصنا شايفين الخطوة اللي في الآخر دي اللي هي new cluster، ده عندنا الكلاستر الجديد. لقينا لما جينا نجمع النتائج بتاعتنا بقى لقينا ان ال a1 تنتمي للكلاستر الأولاني، وال a3 و a4 و a5 و a6 و a8 بتنتمي للكلاستر التاني، و a2 و a7 بتنتمي للكلاستر التالت. الكلام ده جبناه منين؟ من النتائج اللي طلعت لنا دي يا جماعة اهي. شوفوا معايا في A3 بتنتمي لكلاستر 2، A4 تنتمي لكلاستر 2، النتائج اللي هنا دي اللي هي آخر ودي. بنيجي بعد ما نخلص كله بنقوم مجمعينهم كلهم مع بعض هنا بنطلع new clusters. المعلومات اللي فوق دي انا نقلها من السلايدز اللي قبل كده عشان بس تشوفوا هنكمل الموضوع ازاي. centers of the new clusters، طبعا بما ان عندنا new clusters يبقى هيبقى عندنا new centers او new centroids، هتختلف عن قبل كده. تعالوا نشوف حسبها ازاي. هيخلي السنترويد الاولاني 2 و10 لان هو اصلا ما فيهوش غير ال a1 وما يقدرش يحسب حاجة، هو هيسيبها زي ما هي. c2 يساوي 8 + 5 + 7 + 6 + 4 على 5 المجموع على العدد، و4 + 8 + 5 + 4 + 9 على 5. طيب هو جاب الأرقام دي منين أصلا؟ شوفوا كده الأرقام بتاعت الكلاستر التاني اهي اللي فوق اهي، هتلاقوا ان هو الـ A3 و A4 و A5 و A6 و A8. A3 فوق في أول سطر 8 و4، A4 5 و8، A5 7 و5، A6 6 و4، A8 4 و9. هتلاقوا إن هي دي نفس الأرقام اللي موجودة هنا، أخذ الـ X من كل واحدة وجمعهم على بعض اللي هي 8 + 5 وهكذا، وأخد الواي من كل واحدة وجمعهم على بعض وقسم على عددهم، بيجيب المتوسط بتاع الأرقام دي. يعني هو هنا بيجيب لنا المتوسط بتاع النقاط الجديدة اللي موجودة في الكلاستر التاني، ونفس الحكاية عملها في الكلاستر التالت اللي هي النقاط A2 و A7. بعد كده زي ما انتوا شايفين في الجزء الأولاني ده، دي الرسمة اللي فاتت ودي هنا دي الرسمة الجديدة بعد ما غيرنا حسبنا السنترويدز الجديدة وغيرناها، غيرنا الأماكن بتاع دي اهي شايفين، هما دول الجداد. لو فضلنا نكرر نفس العمليات اللي عملناها قبل كده هنلاقي ان احنا هنحتاج كمان 2 ايتريشن لحد ما في النهاية هنوصل للنتيجة دي. يعني المفروض اللي فوق دي ايتريشن 1
دي ايتريشن اتنين، دول الاتنين ايتريشن اللي بيقول ان احنا هنحتاجهم غير الايتريشن اللي فاتت. طبعا هنوصل للنتيجة النهائية دي، وده هيكون الشكل النهائي بعد اخر ايتريشن. كده نكون خلصنا المحاضرات بتاعتنا، واتمنى تكونوا استفدتوا منها وتعلمتوا فعلا حاجة جديدة. وياريت لو أي سؤال مش عارفين إجابته تبعتولي. وفي النهاية شكرا جزيلا لكم.